ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هناخد شابتر 1 و2 في الاو بي اللي الدكتور شرحهم في المحاضره. طب عشان تبقوا عارفين حاجه مهمه جدا، احنا كنا بس مستنيين شويه في مواد النظري علشان نشوف اذا كان في المناهج اتغيرت ولا لا، زي مثلا الترم اللي فات كان المانجمنت متغير، فالحمد لله المنهج ما اتغيرش وهو نفس بتاع السنه اللي فاتت، فهنقدر نشتغل من منهج السنه اللي فاتت لان الدكتور بيشرح منه. تمام. طيب في بقى حاجه مهمه جدا جدا حصلت. الدكتور دينا دخلت المحاضره اللي فاتت وقالت ان الدرجات اللي نزلت لكم نزلت للاسف من غير اعمال السنه. طبعا اعمال السنه بترفع كتير، يعني اعمال السنه بتتكلم عن 20 درجه، سواء بقى اللي شايل او اللي جايب درجه مش كويسه. الامتحان على فكره ما كانش وحش خالص، عشان كده كلكم كنتوا مستغربين ازاي انتوا جايبين درجه زي دي، مع ان الامتحان كان سهل والحمد لله ما كانش فيه اي حاجه بره الشتات اللي احنا كنا واخدينها. فعشان كده الدكتور بتقول لكم اتجمعوا وروحوا للعميده علشان يعني تتواصل مع الكنترول عشان هو يظبط الموضوع ده وفي الاخر يعمل لكم ابديت للنتيجه. تمام. على فكره موضوع الدرجات بتاعت اعمال السنه دي مش اول سنه تحصل، للاسف بتحصل كتير جدا جدا، والموضوع ده بيعمل معاكم مشكله طبعا في التقدير والحاجات دي كلها، فاهتموا بالموضوع عشان هم لو كنتم مهتمين ان شاء الله هيعملوا حاجه يعني. تمام. دي حاجه مهمه جدا لازم تعملوها. ده بالنسبه للمانجمنت والموضوع اللي حصل في النتيجه. بالنسبه بقى للاوبي، تمام، الاوبي هي فرع من فروع المانجمنت، بس هي مرتبطه جدا 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 بعلم النفس والعلم الاجتماع. حتى اصلا الناس اللي كانوا ادبي هيلاحظوا ان احنا يعني حرفيا كل حاجه خدوها في الثانويه العامه احنا هنكررها تاني، ولكن بقى المرات تعرف بقى الالفاظ اللي بنقولها بالانجلش وازاي التعبيرات بتاعت الانجلش نستخدمها. لكن بجد الماده ممتعه جدا 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 ومن احلى المواد اللي هتشوفوها. وخلي بالكم الماده دي بجد مش حفظ خالص، يعني في المانجمنت كنت تحس ان الموضوع عايز فهم وحفظ مثلا، ويمكن الحفظ اكتر من الفهم، لكن في الاوبي مش كده خالص. في الاوبي هتلاقي ان الموضوع فهم جدا جدا، فهمت الكلام انت مش مضطر اصلا تحفظه، خلاص الموضوع بالنسبه لك بقى سهل جدا والحوار كويس. ايه بقى اللي بيعمل لكم ازمه؟ اللي بيعمل لكم ازمه ان طبعا لو انت راكن ماده زي دي هتلاقي في اخر الترم الدكتور بيدي لك 9 10 شباتر، فتلاقي الموضوع معاك بقى تقيل جدا جدا جدا. لكن لو انت مسكت الماده من اولها كده من اول اسبوع وقعدت تدرس وكل الكلام ده هتلاقي الموضوع بقى معاك سهل قوي في الاخر. خلي بالك الاوبي يعني فيها شباتر طويله وشباتر صغيره، يعني مثلا شابتر 1 و2 اللي احنا هناخده النهارده، شابتر 1 عامل له 3 صفح بالظبط، شابتر 2 عامل له صفحتين. خلي بالك الحاجات دي مش المحاضره فقط، انا ما بعملش الفيديو او ما بعملش الشيت من المحاضره فقط، لا ده انا كمان بعملها من الكتاب. يعني الكلام ده لما تيجي ان شاء الله الكتب تنزل هتلاقي نفس الكلام الموجود في الكتاب موجود في الشيت. انا بهتم بالمحاضره وبهتم كمان بالكتاب لان الكتاب هو مرجعك الاساسي. الدكتور ممكن في المحاضره ما يقولش ربع الشابتر، لكن في الكتاب لازم في الاخر انت مطبق عليك الشابتر كامل، مفيش اي حاجه فيه ملغيه. فهتلاقي الشيتات معموله من المحاضره ومن الكتاب، اللي من الاثنين مش من حاجه واحده بس. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ نجهز نفسنا علشان دكتور دينا قالت ان احتمال كبير المره اللي جايه يبقى في كويز، فاحنا مش عايزين نتفاجئ زي ما حصل المره اللي فاتت في الميد تيرم، عايزين نبقى مستعدين. فلو انت النهارده ان شاء الله شفت الفيديو بتاع شابتر 1 وشابتر 2 مع بعض، يعني مش الاثنين اصلا مش هيكملوا ساعه الا ربع او ساعه بالكثير كمان، لو شفت الفيديو النهارده وبلس كمان ذاكرت الشتات اللي هحطها لك في الديسكربشن هتلاقي الموضوع سهل جدا 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 والماده لذيذه زي ما قلت لك. تمام. طيب هتلاقي في الديسكربشن شيت 1 وشيت 2، عارفه ان كان في كذا حد عنده مشكله في اللينك القديم فاحنا غيرناه. هتلاقي شيت 1 وشيت 2 بي دي اف مرفوعين بي دي اف، بلس كمان هتلاقي لو انت عايز الشتات دي ورقيه هتلاقيها في مكتبه فايف ستورز او المكتبه في المول التجاري او برضه مكتبه المصري اللي جنبيها، الاثنين واحد يعني هتلاقيهم موجودين. تمام. الناس اللي مش بتحب مواد العملي زي الاكاونتنج والمايكرو يبقوا في فيديوهات، احنا زي ما قلنا عاملين في السنتر اوفر ان هتاخد المواد كلها فور فري. تمام. المواد النظريه معظمها هيترفع ابلودد على اليوتيوب وبرده هيبقى فيه في السنتر للناس اللي حابه في السنتر. المواد العمليه هيبقى فيه في السنتر وفيه في الفيديوهات زي ما انت عايز، الاثنين موجودين. تمام. اهم حاجه في الاخر انت اللي تستفيد بالموضوع كله. تمام يا شباب. طيب النهارده زي ما قلت لكم ان شاء الله هناخد شابتر 1 وشابتر 2 في الاوبي. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، الدكتور يعني سمعتها في الريكوردات قايله ان انا هدي شابتر 1 وشابتر 3، بس لما كملت الريكورد لقيتها بتشرح شابتر 2 اللي هو اسمه السيستم. يعني هو كانت عماله تتكلم على السيستم والكلام ده كله، بس مش عارفه ليه قالت الدكتور ان ده شابتر 3.
المهم يعني ان هو في الكتاب، ترتيبه في الكتاب هو شابتر 1 وشابتر 2. شابتر 1 اللي هي اديته اللي هو بتاع الانترودكشن عن الاورجانيزيشن بيهيفير اللي هو الاو بي، وشابتر 2 اللي هو السيستم. تمام، فانتوا لحد دلوقتي واخدين 2 شابترز. هتلاقيه زي ما قلت لك عامله في الشتات الكتاب والمحاضره عشان تذاكر الاثنين، لان انت بتمتحن في الاثنين مش في المحاضره فقط. ركزوا في الموضوع ده يا شباب، كتير جدا جدا بيركز على المحاضره وينسى الكتاب، وفي الاخر تلاقي في الامتحان بيجي لك اسئله غريبه. ليه؟ لان تاني الدكتور بيبقى بالنسبه له مش مطالب ان انت يشرح لك كل حاجه، انت المفروض بقى بتفتح الكتاب وبتقرا وبتبحث والكلام ده كله. فانا موفرها عليك الموضوع ده كله في الشتات وفي الفيديو اللي انت شايفه. تمام، طيب تعالى بقى نبدا بشابتر 1. تعالى بس نفهم الاول الاو بي يعني ايه. كلمه او بي اورجانيزيشنال بيهيفير، يعني ايه اورجانيزيشن؟ الاورجانيزيشن بتاعتنا، الشركه بتاعتنا. يعني ايه بيهيفير؟ يعني سلوك. يعني ايه يا شباب؟ بقول عليه بالعربي السلوك الوظيفي. يعني ايه برضو؟ يعني انا هنا في المنهج كله هتكلم عن سلوك الموظفين اللي في الشركه. والله لو انت عندك واحد عصبي ازاي تتعامل معاه، لو انت عندك واحد اجتماعي تحطه في الحته الصح فين، لو انت عندك واحد انطوائي بس مثلا منظم، ايه هو يبقى احسن مكان يكون بيشتغل فيه، لو انت مثلا عندك واحد السكيلز بتاعته قليله ازاي انميها، ازاي اطورها. فلو هتلاحظ حاجه مهمه جدا في المنهج ده، انا مش هتكلم عن المانجرز. يعني في المانجمنت كنت دايما بتكلم عن المانجر بيعمل ايه بيسوي ايه، لكن في المنهج بتاع الاو بي في الاورجانيزيشن بيهيفير مش هنعمل كده خالص. احنا بنتكلم عن حاجه اسمها سبورتنس. مين هم السبورتنس؟ اللي هم المرؤوسين، يعني الموظفين. اي حاجه بيعملها الموظف، اي سلوك بيعملها الموظف في الشركه هنتكلم عنه، وهنتكلم عن ازاي يا شباب كمان الباك جراوند بتاعته زي بيئته وعيلته، الشارع اللي ساكن فيه، الفريندز اللي بتعامل معاهم، الحاجات دي ازاي بتاثر برضو على سلوكه جوه مين؟ المؤسسه بتاعتي او الشركه بتاعتي. كل ده هنتكلم عنه في الاورجانيزيشن بيهيفير. خلي بالك الماده بجد حلوه قوي عشان هي بتتكلم عن الناس، فانت مش هتستفيد منها لما مثلا تبقى مانجر وتعرف تتعامل مع الناس، لا خالص. انت لما تقرا في الاورجانيزيشن بيهيفير هيخليك تعرف تتعامل ازاي مع العيله بتاعتك، هيخليك تعرف ازاي تتعامل مع اصدقائك، هيخليك تعرف ازاي تتعامل مع اللي اكبر منك، ازاي تبقى بجد بجد بتطور من نفسك. فعشان كده بقول لك الماده هتستفيد منها وهتحبها جدا. تمام، طيب اول تو شابترز يا شباب في الماده بيتكلموا طبعا عن الاورجانيزيشن، اللي هي يعني ايه اورجانيزيشن، طب ايه هو ازاي بتشتغل كسيستم، طب ايه هم انواع الاورجانيزيشن، الحاجات دي كلها. ده اول شابتر. تمام، في يعني اول شابتر وثاني شابتر كمان، يعني اول تو شابترز بيتكلموا عن الاورجانيزيشن، هو الجزء الاولاني. بعد كده بقى بخش على الهيومن بيهيفير. يعني ايه هيومن بيهيفير؟ يعني بشوف تصرفات الناس وايه اللي بيأثر عليها، زي مثلا البريسبشن، الادراك، زي الموتيفيشن، التحفيز، زي الليرنينج، لو واحد بيحب يتعلم وكده ازاي يأثر على سلوكياته. الحاجات دي كلها هنتكلم عنها في الشباتر اللي بعديها. الماده بتبقى حوالي 9 او 10 شباتر، 2 زي ما قلت لك عن الاورجنايزيشن، وبعد كده بنخش على الهيومن اي بيهيفير والحاجات اللي بتأثر عليه. تمام، طيب تعال نبدا كده. بسم الله، اول سؤال عندنا في الشابتر 1 يعني ايه اورجانيزيشن. ما هو انا ما ينفعش اقول لك ان احنا هنتكلم عن السلوك اللي بيحصل جوه الاورجانيزيشن وانت اصلا مش عارف يعني ايه اورجانيزيشن. طب يعني ايه بقى اورجانيزيشن يا شباب؟ بقول على الاورجانيزيشن ده مكان، انتيتي. ماله الانتيتي ده او ماله المكان ده؟ المكان ده فيه جاذرنج اوف بيبل. يعني ايه جاذرنج اوف بيبل؟ في تجمع من الناس. التجمع من الناس ده او الناس متجمعين ليه؟ متجمعين عشان هدف، متجمعين عشان جول عايزين يوصلوا له. فاجي اقول لك مثلا هي القهوه تعتبر اورجانيزيشن؟ تقول لي لا. اقول لك طب تقول لي لا ليه؟ لان الاورجانيزيشن يا شباب لازم يكون فيها الناس متجمعين. طب ما القهوه الناس متجمعين. اقول لك لا، مفيش ايه؟ مفيش جول عايزين يوصلوا له. يبقى لازم علشان تقول ان انا عندي اورجانيزيشن لازم يبقى فيه جول، لازم يبقى فيه ريزن الناس دي متجمعه ليه. فاحنا مثلا لو شركه بتحقق ارباح، يبقى احنا شركتنا الناس متجمعين فيها عشان يحققوا ارباح. طب احنا مثلا الشركه بتاعتنا نون بروفيت اورجانيزيشن، يعني مثلا زي جمعيه رساله او الكلام ده كله، يبقى احنا متجمعين عشان نساعد النيدي بيبل. يعني ايه نيدي بيبل؟ الناس اللي محتاجين مساعده، وهكذا. يبقى يعني ايه اورجانيزيشن؟ الاورجانيزيشن هي عباره عن مكان، انتيتي، بيحصل فيه جاذرنج اوف بيبل عشان اوصل لجول معين احنا عايزين نوصل له. طب مش احنا بنقول ان الاورجانيزيشن ده عباره عن مكان في ناس؟ يبقى ده مكان سوشيال ولا لا؟ تقول لي اه ده سوشيال. ليه سوشيال؟ يعني ايه كلمه سوشيال؟ يعني في ناس، في بيبل، صح كده؟ في بيبل يبقى اكيد ده ايه؟ مكان سوشيال. تمام، في تجمع من الناس، والتجمع ده زي ما قلت لك لازم يكون بسبب ايه؟ ريزن. يعني ايه ريزن؟ يعني جول عايزين نوصل له، في هدف عايزين ايه؟ نوصل له، جول اكومبلشمنت. تمام، سواء بقى الجول ده بتاعك سواء ان هو يبقى بروفيت،
او نون بروفيت على حسب انت الشركه بتاعتك ايه. شركه خيريه يبقى اكيد عايزه تساعد النيدي بيبل، شركه عايزه تحقق بروفيت يبقى اكيد هدفها ان هي تعمل ايه، تزود الارباح بتاعتها وهكذا. ده تعريف الاورجانيزيشن. يبقى تعريف الاورجانيزيشن يعني ايه؟ ده سوشيال انوفيشن، يعني مكان مجتمعي او مكان بيتجمع فيه الناس علشان يوصلوا لكومن جول. كومن جول نوصله ازاي؟ عن طريق الجروب افورت. يعني ايه جروب افورت؟ كلنا مع بعض نشتغل عشان نوصل لايه؟ الجول ده. تمام. يبقى اكيد المكان ده فيه ناس زي ما قلنا، والناس ده متجمعين بسبب ايه؟ ريزن، سبب اللي هو الجول. طيب بعد ما عرفنا يعني ايه اورجانيزيشن، دلوقتي بقى نعرف يعني ايه اورجانيزيشنال بيهيفير اللي هي الاو بي، تمام، ونفهم برضو ايه هي الامبورتنس بتاعها، ايه هي اهميتها. طيب واحده واحده كده، احنا قلنا يعني ايه اورجانيزيشن؟ تجمع من الناس عشان يوصلوا ايه؟ لجول، صح كده. طب يعني ايه بقى بيهيفير؟ يعني ايه بيهيفير يا شباب؟ السلوك بتاع الناس دي جوه ايه؟ الشركه. يبقى الاورجانيزيشن بيهيفير هي عباره عن ستادي. يعني ايه ستادي؟ دراسه، بدرس البيهيفير والاتيتيود، زي ما هنشوف يعني ايه كلمه اتيتيود قدام، او بدرس سلوكيات الناس علشان اعمل ايه؟ عشان افهم الناس شخصيتها عامله ازاي، عشان افهم الناس اوظفها ازاي، عشان افهم الناس ازاي اعمل لهم مانجنج ايه صح. طب البيهيفير ده بيحصل فين؟ جوه الشركه ولا بره الشركه؟ لا، جوه ايه؟ الشركه، ان ذا اورجانيزيشن. يبقى الاو بي هي عباره عن الاستدي بتاعت البيهيفير بتاعت مين؟ الناس. جوه مين؟ جوه الشركه، عشان اعرف ايه؟ اعرف اعمل لهم مانجنج صح. ده معنى كلمه اورجانيزيشن ايه؟ بيهيفير. طب ايه بقى الامبورتنس بتاعتها؟ هي مهمه في ايه يعني اورجانيزيشن بيهيفير دي؟ اول حاجه it is interesting. يعني ايه interesting يا شباب؟ interesting جايه من ان احنا لما بنيجي مثلا نقرا عن الاو بي مش بنعرف نسيبها، او مثلا مش بنعرف او مش بنحس ان هي ممله او حاجه مش هستفيد بيها. لا خالص، الاورجانيزيشن بيهيفير زي ما قلت لك هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن سلوكيات، او عباره عن دراسه بتاعت سلوكيات لايه؟ للناس. فاحنا عامه يعني لما بتبقى بتقرا حاجه عن الناس ازاي تتعامل معاهم، ازاي تفهمهم، الحاجات دي كلها بالنسبه لنا is interested. يعني ايه interested؟ يعني احنا مهتمين بالكلام ده، احنا عايزين نعرف ازاي نتعامل مع الناس، عايزين نعرف ازاي نتعامل مع المانجر بتوعنا، عايزين نعرف ازاي نتعامل مع بابانا الاب والام في البيت، او اخواتنا او اصحابنا. احنا بنحب نعرف الكلام ده على فكره، ومفيش اي حد في الدنيا ما بيكونش مهتم ان هو ازاي يعرف يتعامل مع الناس. تمام، عشان كده بقول عليها interesting. طب انا كمانجر لما افهم الناس وافهم شخصيتهم وافهم واتوقع بعد كده هم هيعملوا ايه في سيتويشن معين، يبقى انا كده هعرف اعمل لهم مانجنج صح، اعمل لهم مانجنج مور افكتفلي. يعني ايه مور افكتفلي؟ احسن. اعرف بجد ازاي اديرهم احسن، اشوف مثلا كل واحد السكيلز بتاعته ايه واحطه في المكان الصح. ليه؟ عشان انا فهمت الشخص ده عامل ازاي، فهمت البيبل عامله ازاي. تمام. طب it is important. يعني it is important، مهم جدا ان احنا نفهم الاورجانيزيشن بيهيفير. ليه مهم ان احنا نفهم الاورجانيزيشن بيهيفير؟ تخيل مثلا لو انت عندك مدير، والمدير ده مش فاهم شخصيات الامبلويز اللي عنده. يعني مثلا عنده 2 امبلوي، واحد هادي جدا واجتماعي وكويس وكل حاجه، واحد تاني عصبي جدا جدا ومش اجتماعي، وبس هو مثلا منظم في شغله او الكلام ده. فتخيل مثلا انا كمانجر مش عارف شخصيات الناس اللي قدامي، ومش عارف هما ممكن يعملوا ايه في سيتويشن معين، اخلي مثلا واحد عصبي زي كده اخليه يتعامل مع الكلاينتس والكاستمر بتوعي، ده يخرب لي الدنيا طبعا. ليه؟ مش هيعرف يتعامل مع الناس. يبقى انا كمانجر لازم افهم البيهيفير بتاع الشخص اللي قدامي عشان اقدر اتعامل معاه صح. طب انا مثلا موظف ويعني مثلا ما اعرفش سلوكيات صحابي ومش قادر افهمها ومش قادر اتعامل معاها، ايه اللي هيحصل؟ برضو مش هعرف ايه، مش هعرف اتفاعل معاهم. ففي الاخر احنا كلنا كده لو ما فهمناش الاورجانيزيشن بيهيفير، سواء بقى امبلوي سواء مانجر سواء حتى الكونسيومرز، لو ما كناش فاهمين الاورجانيزيشن بيهيفير السلوكيات بتاعت الناس اللي بتحصل في المنظمه بتاعتي، محدش فينا هيوصل للجول. طب لو محدش فينا هيوصل للجول، يبقى كل واحد فينا هيفشل ان هو يحقق الجول اللي مطلوب منه. ففي الاخر الشركه هيحصل لها ايه؟ هتفشل، لان هي مش عارفه توصل لمين؟ للجول بتاعها. عشان كده بقول لك الاورجانيزيشن بيهيفير الاو بي ميكس ديفرنس. يعني ايه ميكس ديفرنس يا شباب؟ علشان احنا المانجمنت براكتس، يعني ايه مانجمنت براكتس؟ الافعال اللي بيعملها المانجرز مش بتاثر بس على الامبلويز، مش بتاثر بس على البيبل، امال بتاثر كمان على ايه؟ بتاثر على الاورجانيزيشن بحالها. لو انا مش عارف ان مثلا الموظف ده عصبي ما بيعرفش يتعامل مع الناس، ورحت خليته يتعامل مع الكلاينت والكاستمر، هو ايه اللي هيحصل؟
مش هعرف اتعامل معاهم. وبالعكس كمان الكونسيومرز هيحس ان انت جايب لهم واحد مش عارف يحل المشكله بتاعتهم، مش عارف يساعدهم، ففي الاخر هيقولوا ايه؟ هيقولوا الشخص ده مش كويس؟ لا، هيقولوا الاورجنايزيشن كلها ايه؟ مش كويسه. عشان كده اي حاجه بيعملها المدير مش بتاثر بس على الناس، لا كمان بتاثر على مين؟ على الاورجنايزيشن بحالها. فيبقى تاني الامبورتنس بتاعت الاورجنايزيشن بيهيفير ان هي انترستنج عشان مهتمه بالناس، واحنا بنحب نعرف كل حاجه عن الناس، ازاي نتعامل معاهم عشان نقدر بعد كده ايه نديرهم صح. طب ليه هي مهمه؟ مهمه عشان انا لو قدرت افهم الناس يبقى هبقى افكتيف مانجر. يعني ايه افكتيف مانجر؟ مانجر احسن، عشان هيعرف يحط الشخص الصح في المكان الصح، بلس كمان هيعرف يتعامل معاه. طبعا ليه؟ لان المانجمنت براكتس اللي بيعمله المانجر مش بيأثر بس على الناس، ولكن كمان بيأثر على مين؟ على الاورجنايزيشن. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال الثالث، what are the levels of OB؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا، وحرفيا ما فيش امتحان ما بيجيش عنه حاجه في السؤال ده، سواء بقى ام سي كيو سواء استاي، مهم قوي قوي السؤال ده. تمام، عند levels of management عايزك تكتب الكومبوننت اورجانيزيشن بيهافير، سوري، عندها اكتب الكومبوننتس اوف الاو بي، مكونات الاو بي، وبرده اكتب جنبيها كده هي الاو بي بتهتم بايه. اكتب جنبيها الاو بي بتهتم بايه. اول حاجه بيهتم بيها الاو بي ان هو يعرف الانديفيدوال ليفل. يعني ايه انديفيدوال ليفل يا شباب؟ الانديفيدوالز، الناس اللي عندك شغاله في الشركه، البيهيفير بتاعهم ازاي، البرفورمانس بتاعهم ازاي. طب هو انا بهتم ليه بالكلام ده؟ بهتم بالكلام ده عشان في الاخر مين اللي هيتاثر بالبيهيفير بتاعهم؟ الاورجنايزيشن. فانا لازم اول حاجه اعملها خالص وانا بعمل اناليسز لاي اورجنايزيشن ان انا ابص على مين؟ على الانديفيدوال، ابص على الشخص، البيهيفير بتاعته، تصرفاته عامله ازاي، البرفورمانس بتاعه، الاداء عامل ازاي، عشان في الاخر بيأثر لي على مين؟ على الاورجنايزيشن. طب فهمنا الشخص خلاص، نخش بقى على حاجه ايه اكبر شويه اللي هي مين؟ الجروب. يعني ايه؟ احنا فهمنا الشخص، فانا فهمت مثلا شخصيه الشخص عصبيه، فلما اجي احطها في جروب، احطها مع مجموعه من الناس يشتغلوا معاها، هل ينفع اجيب جروب كله فيه ناس متعصبه؟ لا، اقول لك لازم تجيب ساعتها ايه؟ جروب الناس فيها هاديه، ما بيتعصبوش بسرعه، ما بيتنرفزوش بسرعه. ليه بقى؟ علشان لو انت جبت واحد عصبي مع ناس عصبيين ده هيعملوا دمار في الشركه، صح كده؟ يبقى لما انا فهمت الانديفيدوال عرفت ازاي احطه فين؟ في الجروب الصح. علشان اوصل لحاجه يا شباب اسمها الجروب داينامكس. يعني ايه الجروب داينامكس؟ الديناميكا بتاعت الجروب. يعني ايه؟ الريليشن شيب والانتر اكشن اللي بتحصل ما بين الجروب ده اسمها جروب داينامكس. فاقول لك مثلا الجروب ده اللي بيتفاعلوا مع بعض كويس، عارفين يتكلموا مع بعض، عارفين يشوروا بعض في الحاجه، او عارفين يوصلوا لاي جول، كل ما اديهم تاسك عارفين يحققوه، يبقى الجروب دايناميك بتاعه شغال ان هارموني. يعني ايه هارموني؟ في تجانس، الاثنين شغالين كويس، الاثنين عارفين يعني كلهم مع بعض عارفين يوصلوا للجول، يبقى الجروب دايناميك از ايه؟ هارموني. فاجي اقول لك مثلا عندي جروب تاني مش عارف يوصل للجول، كل حاجه ما بينهم مشاكل، كل حاجه ما بينهم كونفليكتس، صراعات، فايه اللي يحصل؟ يبقى الجروب دايناميك بتاعته از كونفليكت. يعني ايه كونفليكت؟ مش عارفين يتفاعلوا مع بعض، الدنيا خربانه ما بينهم. يبقى احنا لما بنفهم الانديفيدوال بنعرف نحطه فين؟ في جروب صح. طب احنا بعد كده نوصل للاورجنايزيشن ليفل. يعني ايه الاورجنايزيشن ليفل؟ الاورجنايزيشن بقى اللي هي المؤسسه كلها. المؤسسه كلها يا شباب عباره عن حبه جروبس على فكره. هي حبه ايه؟ جروبس. ازاي؟ اقول لك مثلا عندي الماركتنج جروب، عندي الاكونتنج جروب، عندي الفاينانس جروب. يبقى الاورجنايزيشن في حد ذات نفسها هي اصلا عباره عن مين؟ مجموعه ايه؟ جروبس. تمام، طب مجموعه الجروبس دي بقى بتكون لي حاجه اسمها ايه؟ بيكون لي حاجه اسمها انتيتي. فاكر يعني ايه كلمه انتيتي؟ كيان، مؤسسه، مبنى. بيكون لي ايه؟ مبنى، او بيكون لي مكان. المكان ده بيبقى فورمال طبعا عشان بيبقى ايه؟ الاورجنايزيشن ذات نفسها. تمام، طب في حاجه بقى لازم تعرفها مهمه جدا جدا عن الاورجنايزيشن، ان هي مش كونستنت. يعني ايه مش كونستنت؟ يعني هاز ديفرنت اسبيكتس او هاف ديفرنت فيتشرز. يعني ايه؟ يعني تلاقي مثلا الاورجنايزيشن السايز بتاعها ايه؟ بيختلف. فمثلا في اورجنايزيشن بتشتغل في مصر بس في اورجانيزيشن ثانيه تشتغل مالتي ناشونال في كذا ايه دوله، يبقى السايز بيختلف، عندها بوليسز مختلفه. يعني ايه بوليسز؟ زي ما خدنا مثلا في الترم الاول، البوليسي هي السيستم اللي الشركه بتشتغل بيه. يعني ايه؟ يعني مثلا الاقي شركه بتبدا الشغل بتاعها الساعه 8،
عشان البوليسي بتاعتها بتقول كده. الاقي شركه تانية السيستم بتاعها بيقول او مثلا شغلها بيبدا الساعه 9 عشان البوليسي بتاعتها بتبدا بكده، تمام؟ فالبوليسي يعني ايه؟ يعني ان احنا عندنا سياسات بنطبقها في الشركه مختلفه، كل بقى اورجانيزيشن على حسب ايه الشغل بتاعها بتنظمه. بيبقى عندها ديفرنت ستراكشر. خدنا يعني ايه كلمه ستراكشر قبل كده؟ الهيكل ايه الوظيفي، زي ما خدنا في الترم الاولاني ممكن في واحد يقسم الشركه بتاعته اكوردنج تو ذا كاستمر، او واحد يقسم الشركه بتاعته اكوردنج ذا برودكت، ده اللي هو الايه الستراكشر بتاعه، تمام؟ طيب بيبقى عندها ديفرنت ديسيجن ميكنج سنتر. يعني ايه ديسيجن ميكنج سنتر يا شباب؟ يعني مثلا ممكن الاقي مدير سنترلايزد. يعني ايه سنترلايزد؟ زي ما خدنا قبل كده، يعني ما بيحبش ياخد راي اي حد، هو ماشي بدماغه. فاقول ان احنا عندنا different decision making center. ممكن يكون عندي manager تاني decentralized. يعني ايه decentralized؟ لا ديمقراطي كده وبيحب يتشاور مع الناس وكل حاجه. فتلاقي ان احنا عندنا different decision making center. يبقى organization هي عباره عن حبه groups بيكونوا لي formal entity. واي organization في الدنيا has different size, policy, structure and decision making، تمام؟ طيب دول كلهم خلي بالك، الثلاثه دول الاولانيين بقول عليهم انسايد فاكتور. يعني ايه انسايد فاكتورز؟ يعني الاو بي بتهتم بيهم عشان هم جوه الاورجنايزيشن. نيجي بقى على الحاجه الوحيده اللي بره الاورجنايزيشن اللي هي مين؟ الانفايرمنت. يعني ايه الانفايرمنت؟ الانفايرمنت بالنسبه لي بيبقى اوتسايد فاكتور. يعني ايه اوتسايد فاكتور؟ او يعني ايه اصلا انفايرمنت؟ اقول لك مثلا ما فيش اورجنايزيشن في الدنيا ما بيكونش حواليها سراوندنج. يعني ايه سراوندنج يا شباب؟ بيئه محيطه بيها، تمام؟ ازاي بقى؟ زي مثلا ان انت عندك شركه، الشركه دي ايه هي السراوندنج بتاعها؟ زي ان احنا يبقى عندنا جفرمنت، ما الجفرمنت بتاثر على مين؟ على الشركات، صح كده؟ زي المنافسين، زي الكونسيومرز، الحاجات دي كلها بتبقى ايه؟ موجوده جوه الشركه؟ لا ده بره ايه؟ بره الشركه. عشان كده بقول عليها في الانفايرمنت، موجوده فين؟ في الانفايرمنت. كل دي بالنسبه لي بقول عليها انفايرمنت فورسز. يعني ايه انفايرمنت فورسز؟ حاجات بتاثر على شركتي. زي مثلا انا مش هعرف اغلي في السعر بتاع البرودكت بتاعي عشان المنافسين بتوعي عندهم سعر معين، فده يبقى بالنسبه لي ايه؟ يبقى بالنسبه لي فورس. يعني ايه فورس؟ حاجه بتقيدني، حاجه بتجبرني على ان انا اتبع السلوك المعين، تمام؟ طب انا لازم افهم الفورس عشان اعرف ازاي اتعامل معاهم، اعرف اعمل لهم ريسبوند. يعني ايه يا شباب؟ لقيت فجأة مثلا الكمبيوتر بتاعي، المنافس بتاعي نزل السعر قوي، فانا محتاجة اعمل ايه؟ اعمل ريسبوند للحاجة دي. ازاي ان انا برضو انزل ايه في السعر بتاعي او اعمل عروض؟ ليه؟ عشان في الانفايرمنت فورسز، في حاجات بتاثر عليا لازم اعمل لها ايه ريسبوند، لازم اعمل لها ريسبوند عشان احافظ على البروفيت بتاعي واحافظ على السرفايفل ايه بتاعتي، تمام؟ طبعا الانفايرمنت بتاثر عليا في الليدرشيب، بتاثر على الديسيجن اللي انا هاخده، زي ان انا مثلا ازود سعري، اقلل سعري، امشي ورا الحكومه او ورا قرارات الحكومه، الحاجات دي كلها. يبقى انا عندي كام ليفل؟ 4، 3 جوه الشركه اللي هو الانديفيدوال والجروب والاورجنايزيشن، والانفايرمنت اللي هي ايه؟ السراوندنج اللي حوالين الاورجنايزيشن، اللي بالنسبه لي بيبقى فورس بيأثر ايه؟ بيأثر عليا. طيب السؤال الرابع اللي هو الاخير في تشابتر 1، قلت لك تشابتر 1 صغنن قوي، تمام؟ اللي هو what are the characters of OB؟ انا عندي 4 characters، تمام؟ بس خلي بالك في السؤال ده احنا لوحده كده هنطلع في كل جزئيه كذا سؤال بيجوا مهمين جدا، تمام؟ طيب اول حاجه، اول صفه للاو بي، كلمه كاركترز يعني صفه، اول صفه للاو بي يا شباب ان هي مش ديبندنت. يعني ايه مش ديبندنت؟ يعني مش مستقله، هي جايه من اذر ساينس، جايه من اذر اي ساينس، جايه من علوم ثانيه. فاقول لك اتس كونتريبيوتد اون بيهيفير ساينس. يعني ايه يا شباب؟ يعني دي مش جايه لوحدها، الاو بي مش جايه لوحدها، الاو بي جايه من علوم ايه تانية. فعايزاك هنا تكتب لي هنا عند بدايه السؤال ده، اكتب لي كده how the other science affect the OB. How other science affect the OB. ده سؤال. سؤال تاني ممكن تكتبه what are the relationship between psychology, sociology and anthropology and OB. تمام؟ ايه علاقة علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الانسان بالOB؟ وتعالى بقى نفهم الكلام ده كله. طيب احنا في الOB يعني نقدر نقول كده ان الOB جاية من خلطة كده من العلوم، تمام؟ ومن كل علم خدنا منه الحاجة اللي تساعدنا
ان انا في الاخر افهم الاورجانيزيشن السلوك فيها بتاع الناس عامل ازاي، عشان في الاخر اوصل ان الاورجانيزيشن تحقق الجول بتاعها. تمام. طب ايه بقى الخلطه بتاعتنا؟ ايه هي الساينس اللي احنا خدنا منها الاو بي؟ اول حاجه اللي هو السايكولوجي. السايكولوجي يعني ايه؟ يعني النفسيه، علم النفس. تمام. طب علم النفس ده اصلا بيساعدني ان انا اعرف ايه احنا خدنا منه ايه في الاو بي. خدنا منه ان احنا نفهم الانديفيدوال بيهيفير، ان احنا نعمل ايه اندرستاندنج للانديفيدوال ايه بيهيفير، ان انا افهم منه ازاي يعني استوعب الناس، ازاي احلل شخصيتهم. وبعد ما افهم الناس ساعتها بقى هقدر اعمل بريدكتنج لايه، لكل التصرفات بتاعتهم. تمام. فمثلا انا عرفت ان شخصيه اشرقت دي شخصيه عصبيه، يبقى انا ما ينفعش احطها في جروب اوف بيبل تتعامل مع الناس او تتعامل مع الكلاينتس. ليه؟ عشان انا بعمل بريدكتنج ان هي هتعمل لي مشاكل كبيره جدا جدا، لان هي مش عارفه تتعامل مع مين، مع الناس. يبقى دي الفايده بتاعتنا في اللي خدناها من السايكولوجي، ان احنا نفهم ايه الناس ونقدر نعمل لهم بريدكتنج بعد ما ايه نفهم البيهيفير بتاعهم. تمام. طب ركز كده معايا، لما بتكلم على الانديفيدوال يعني بتكلم على شخص ايه واحد، يبقى دي حاجه صغيره ولا كبيره؟ حاجه صغيره صح، دي حاجه صغيره جدا في الاورجانيزيشن. فاقول عليها ماكرو ولا مايكرو؟ مايكرو. فاقول لك السايكولوجي بيهتم بالمايكرو بيهيفير. يعني ايه مايكرو بيهيفير؟ الانديفيدوال بيهيفير اللي هي ايه، حاجه صغيره جدا من الاورجانيزيشن. تمام. علم السايكولوجي يا شباب بيساعدني ان انا افهم علاقه الانسان بنفسه. ايه ده، هو في علاقه الانسان بنفسه؟ احنا كلنا ممكن يكون في واحد مش واثق من نفسه عشان هو علاقته بنفسه مش كويسه، هو شايف ان نفسه قليله، ان هو حد مش سكيلد، ان هو حد ما عندوش مهارات. فهو عشان كده بقول لك ايه، بيخلينا نفهم علاقه الانسان بايه، بنفسه. هل هو فعلا فاهم نفسه وعارف اهدافه وعارف يوصل لها ولا لا؟ ازاي ده بقى ياثر على ايه، على الاورجانيزيشن بتاعتي. يبقى اول حاجه فهمناها السايكولوجي اللي هو علم النفس اللي بيفهم منه الانديفيدوال بيهيفير، عشان ده المايكرو بيهيفير اللي بيأثر لي على مين، على الاورجانيزيشن كلها. تمام. طيب تاني علم بيهتم بيه او تاني علم احنا استفدنا منه في الاوبي اللي هو السوسيولوجي، اللي هو علم الاجتماع. السوسيولوجي بيتكلم عن الانتر اكشن. يعني ايه الانتر اكشن؟ تفاعل بقى الانديفيدوال ده مع ناس تانية، مع اذر ايه انديفيد. فانا فهمت مثلا ان شخصيه اشرقت عصبيه، احطها بقى في جروب اوف بيبل عشان افهم ازاي الشخصيه دي هتتفاعل مع الناس التانيه. يبقى ده اسمه ايه، سوسيولوجي. يبقى فهمنا من السوسيولوجي ازاي نفهم علاقه الانسان بالانسان الايه الاخر. تمام. ممكن اكتبها يعني، ممكن اقول الانتراكشن بتاعه الجروب. ما انا ممكن اكتب الانتراكشن بتاعه الجروب. ليه؟ ما هو الجروب عباره عن مين، انديفيدوالز بيتفاعل مع بعض ازاي. يبقى انا كده بفهم ازاي البيهيفير بتاعهم ماشي كله مع بعضه، اللي هو بيتكلم عن مين او مين اللي بيفيدني في الكلام ده، السوسيولوجي. طب ثانيه واحده، هو الجروب ده حاجه صغيره ولا حاجه كبيره؟ لا حاجه كبيره صح كده. فبقول عليه ان هو بيهتم بالماكرو بيهيفير. يعني ايه الماكرو بيهيفير؟ اللي هو الجروب، جروب بيهيفير. تمام. طيب بعد كده اخر بقى علم استفدنا منه اللي هو الانثروبولوجي. الانثروبولوجي اللي هو علم الانسان، ساينس اوف مان. علم الانسان اكتب جنبيه كلتشر، اكتب جنبيه كلتشر. هنا بقى مش بيتكلم عن الانديفيدوال علاقته بنفسه او علاقته بالناس، لا لا لا، هنا بيتكلم عن تاثير الكلتشر، الباك جراوند بتاعتك بالبيهيفير بتاعك او بسلوكك في الشركه او بسلوكك مع الاخرين. يعني ايه؟ يعني بيتكلم بعلاقه الانسان بالانفايرمنت اللي ايه؟ اللي جاي منها. سواء بقى عيلتك، الشارع اللي انت كنت ساكن فيه، الاصدقاء. على فكره في ناس كتير جدا 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 يقول لك ايه، انا عارف ان فلان صاحب فلان صح كده، فخلاص مثلا انا عرفت ان فلان ده شخصيه مش كويسه، يبقى اكيد كل اللي بيصاحبهم ايه مش كويسين. ايه ده، هو انت عملت ايه؟ احنا فهمنا ان البني ادم بيتاثر بايه، بالانفايرمنت اللي حواليه، اللي هو بقى اصحابه، عيلته، الشارع اللي ساكن فيه، الكلام ده كله. طب مين اللي علمني الكلام ده؟ اللي علمني الكلام ده الانثروبولوجي. ازاي اعمل علاقه ما بين الانديفيدوال والانفايرمنت اللي جاي منها، عشان في الاخر افهم شخصيه البني ادم دي ازاي وهيأثر على الاورجانيزيشن ازاي. يبقى لما يجي يقول الاو بي هو independent science ولا dependent science، تقول له هو independent. يعني ايه independent؟ مش مستقل، ده علم جاي من علوم اخرى، اللي هم مين بقى؟ السايكولوجي والسوسيولوجي والانثروبولوجي. السايكولوجي عرفنا منها ازاي نفهم الانديفيدوال بيهيفير، السايكولوجي عرفنا منها، او السوسيولوجي معلش، عرفنا منها نفهم ازاي الجروب بيهيفير، الانثروبولوجي عرفنا ازاي نفهم الانديفيدوال علاقته بمين، بالانفايرمنت اللي جايه حواليه، اللي كانت موجوده حواليه، وازاي ده بيأثر على human behavior ايه بتاعه، ازاي ده بيأثر على سلوكياته. تمام.
طيب خلي بالك اللي احنا كنا فيه ده، يعني احنا كنا ده بنتكلم في اول كاركتر للاورجانيزيشن بيهيفير، ان هي contributed on behavior science. يعني ايه؟ يعني مش جايه لوحدها، ده هي جايه من علوم ايه؟ من علوم تانية. تمام. طيب تاني كاركتر بقى عندنا، يعني تاني حاجه، تاني صفه للاو بي، ان الاو بي employs scientific methods. يعني ايه employ scientific methods يا شباب؟ يعني ان انا اقول لك احنا عايزين نفهم البيهيفير بتاع شخص معين. على فكره البيهيفير بتاع شخص معين احنا ما ينفعش نفهمه من موقف واحد بس، ما ينفعش نفهمه من سبب واحد بس، ما ينفعش نفهمه من قرار واحد بس، ده احنا لازم نستخدم real methods. يعني ايه real methods يا شباب؟ methods علميه، scientific methods، عشان اعمل collecting للداتا على كل حاجه، على كل بروبلم في البيهيفير بتواجهني. يعني مثلا الشخص شخصيه عصبيه، طب هل انت مثلا عرفت ايه اللي عصبها؟ ما ممكن مثلا تكون واحده هاديه جدا جدا، بس في موقف معين حصل ضايقها مثلا، ففهم يعني في الموقف ده اخذت منه ان هي واحده عصبيه. لا، لازم افهم، لازم اعمل ايه؟ كولكتنج للداتا عن طريق ميثود، ساينتفك ميثودز، علشان اجمع بيها انفورميشن، معلومات، عشان في الاخر افهم ايه المشكله اللي حصلت فين في البيهيفير، او ليه اتصرفنا كده، او ليه عملنا كده. عشان كده اقول لك الاو بي مش مثلا علم جاي كده من اتنين قاعدين على القهوه بيتكلموا مع بعض، لا 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 خالص، ده جاي عن طريق مين؟ ساينتفك ميثودولوجي. يعني ايه ساينتفك ميثودولوجي يا شباب؟ يعني عن طريق اساليب علميه فعلا فعلا طبقناها عشان نعمل كولكتنج للداتا، صح، عشان نفهم ونعمل نولج scientific، مش اي حاجه وخلاص. فهمنا؟ يبقى الاو بي امبلوي scientific methods. فجاه اقول لك مثلا هي الاو بي ده theoretical science ملوش علاقه بالواقع، او هو ما بيعتمدش على scientific methods، تقول لي false. دايما الاو بي بتعتمد على مين؟ على methods in collecting the ايه؟ ده data، علشان تعمل ايه؟ تعمل knowledge كويسه، تعمل knowledge بجد حقيقي real اقدر اعتمد عليها. تمام. طيب تالت فيتشر او تالت كاركتركس ليها علاقه بالاو بي، ذا contingency اورينتيشن اوف organization behavior. يعني ايه contingency اورينتيشن؟ كلمه contingency يعني شموليه. يعني ايه بقى؟ يعني اجي اقول لك ان احنا في الاو بي في حاجات جنرال ينفع نطبقها في كل الايه؟ organization. بس ارجع اقول لك there is no best organization behavior ينفع نطبقها في كل الاورجنايزيشن. يعني ايه؟ يعني مثلا حضرتك عملت دراسه عن السلوكيات اللي بتحصل في المؤسسه هنا في مصر، هل الدراسه دي ينفع، او هل الاساليب اللي انت هتستخدمها هنا في مصر ينفع تتطبق في امريكا او في الهند او في الصين؟ اقول لك لا، ما ينفعش. ليه؟ عشان احنا الاورجنايزيشن دايما عندها different ايه؟ different situation, different size, different problems, different technology, different culture. فانت ما تجيش تقول لي ان احنا عندنا طريقه واحده للorganization behavior، او عندنا طريقه واحده للتكيف او لمانجنج للسلوكيات بتاعت الناس ينفع تطبق في كل الorganization. فاجي اقول لك مثلا شركه بتقدم خدمه وشركه ثانيه بتبيع بضاعه، ينفع اطبق الorganization behavior اللي بتطبق هنا؟ لا، ما ينفعش. في حاجات جنرال ينفع استخدمها في الاثنين، لكن كل واحده ليها ايه؟ ليها الباترن بتاعها. يعني ايه ليها الباترن بتاعها يا شباب؟ ليها اسلوبها وليها طريقتها اللي هي عارفه ان هي في الاخر هتطلع بيه احسن انتاج لمين؟ للامبلويز بتاعها، اللي في الاخر هياثر على ايه؟ على الاورجنايزيشن ككل. يبقى تاني، يبقى يجي مثلا يقول لك احنا عندنا best way of organization behavior ينفع نعمل لها applied in all organization، تقول لي ايه؟ false. احنا ما عندناش بيست واي، احنا في حاجات جنرال ينفع نطبقها، لكن مش كل حاجه ينفع نطبقها بحذافيرها في كل اورجانيزيشن، عشان it has different size, problem, technology, behavior, culture, people، كل ده. تمام يا شباب؟ طيب رابع بقى كاركتريكس ليها علاقه بالاو بي، او رابع فيتشر، هي organizational behavior is empirical. يعني ايه empirical يا شباب؟ يعني تطبيقيه. يعني ايه تطبيقيه؟ يعني حضرتك مش دي عباره عن ثيريز وكونسبتس كده في الهواء، لا، انا فعلا ينفع اقرا كتاب عن الاو بي، عن الاورجنايزيشن بيهيفير، افهم مثلا حاجه اسمها الادراك، ازاي مثلا ان انت لو عايز تتكلم مع حد ازاي تخليه ينتبه ليك وفعلا يتفاعل معاك، الحاجات دي هناخدها في الادراك. ممكن تعمل حاجات بسيطه قوي 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 وانت بتتكلم معاه فتخليه ينتبه ليك. طب مثلا تعالى روح طبق الكلام ده مع مامتك، مع باباك، مع اي حد يبقى مشغول في اي حاجه، وتعمل مثلا الحاجات دي، تلاقي فعلا هو انتبه لكلامك،
وبدأ يبقى interested in your A and your speak. ليه بقى your speech؟ ليه بقى؟ علشان انت طبقت الحاجات اللي انت اتعلمتها فين؟ في البريسبشن. فاجي اقول لك الاو بي از امباريكال. يعني ايه امباريكال؟ هي مش عباره عن حبه نظريات، لا ده انا ممكن اطبقها فين؟ في ارض الواقع، وتبقى كويسه جدا جدا معايا كمان زي ما هنشوف قدام. يبقى انا عندي كام فيتشر يا شباب للاو بي؟ 4. اتس كونتريبيوتد اون بيهيفير ساينس. All OB employ scientific methods. The contingency orientation of organizational behavior. The behavior organization behavior is empirical. تطبيقية، مش حاجة نظرية كده وخلاص. تمام؟ طيب في آخر كل chapter هتلاقي حبة true false و MCQ. حلوهم لو في أي مشكلة الجعلي، ده تست كده ليك انت. تمام؟ وهتلاقي برضو الانسرز موجود. ولو ما فهمتش أي حاجة أو مش عارف ليه مش عارفة تحل كده، انت عارف رقمي، مفيش أي مشكلة كلموني. تمام؟ تعالى بقى ناخد chapter 2. chapter 2 سهل قوي قوي قوي، برضو بيتكلم عن organization.